أبو عصام صار لي حصة عم ناديلك. شو بدك تقبرني؟ البيت برد والعشاء عم يستناك، يلا قوم. شو؟ شو في أبو عصام؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أنت لا فايقة أنا. إيه فايقة من زمان وعم تستنانا. إيه معلش الله يرضى عليك، روحي تعشي أنت وياها، أنا ماني نفسي. لو ميت نبي شوكة قلي شوفي. لك شو شوفي؟ ما في شيء، خلص ما في شيء. شو بكي؟ أبو بدر كان هون، شو بده؟ يوا لك سعاد، أنت من إمتى كنت تسأليني هيك أسئلة؟ من هلأ، قبل ما يجي أبو بدر كنت ما أحلاك. شو صار لك؟ أكيد في شيء من وراه، مزبوط؟ مزبوط. احكي لي بقى شوفي. أشهد أن لا إله إلا الله. بدك أحكي ليك؟ لك إيه أحكي لي. طيب طيب طيب، صلي على النبي بالأول، الله يرضى عليك سعاد. اللهم صلي على النبي. لك شوفي وقعت لي قلبي. سعاد أنت بتعرفيني منيح لما لا؟ لك ليش هالسؤال؟ لك جاوبيني بالأول، بتمنى تجاوبيني. بتعرفيني منيح لما لا؟ ما حدا بيعرفك بهالدنيا قدي، وبيعرف قدرك وقيمتك، بس ليش عم تسأل؟ سعاد شايفة هالقدر والقيمة اللي انت حاكي فيهم هلا؟ كلياتهم هلا صاروا بكفة الميزان، أنا هلا صرت بالميزان وعندي كله حيصير حكي فاضي إذا ما وقفتي معي. يولي على قامتي، لك قلي شوفي. أبو بدر، أبو بدر ما له حل لجوازه ولا يرجع لمرته غيري. سعاد الزلمة داس بساطي وحط إيده بظناري واستجارني. إيه؟ إنه؟ هاي طلب مني يكون محلل. بدك تجحش له مرته؟ والله هذا اللي صار لك سعاد، شو أعمل يعني؟ بس هلا هي ما عادت مرته، بالشرع عم أحكي، ما عادت مرته. وبدها تصير مرتك بالشرع؟ لك لسه القصة حكي بحكي، حكي والله وكيلك حكي. لك بدك تجنني أنت؟ سعاد وكلي الله، أنا ما طلعت عن الشرع. شوكات اتركني لحالي بوس إيدك. طولي بالك شوي. اتركني لحالي. لساتنا عم نحكي حكي، لسه ما صار شيء. اتركني بحالي الله. طيب 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 طيب، خلص تركي تركي. اتركني. تجيبني مصيبة ما بخليني، مصايبه ما بتخلص. شو هالسلامة؟ شو هالسلامة؟ شو هالسلامة؟ لك آخ آخ آخ. في مين بيحمي الدار وبالحق يصون حدا؟